خلال المقابلة طبعا عبر شبكة سكاي نيوز التلفزيونية، سألته المذيعة عن العملية التي وقعت في القدس والتي قتل فيها 7 مستوطنين. قال السفير أن فقدان أي روح يعتبر مأساة أيا كان هذا الشخص، ولكن الصحفية أعادت طرح السؤال عليه مجددا وصورة مباشرة وقالت له: هل تدين هذه العملية؟ فأجابها بوضوح قائلا: لا. وبعد رفضه الإدانة طبعا، يعني إدانة عملية ضد الاحتلال، حملة تحريضية واسعة شنت على السفير. كما قلت، هي حرب روايات وهي حرب إعلامية، وعلى فكرة الحرب الإعلامية أخطر بكثير من الحرب على الأرض، لأنها تغير رأي عام كامل في العالم. هذا العالم كما قلت الذي يكيل بمكيالين، مزدوج المعايير، وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالدم الفلسطيني. ينضم لنا عبر الخط إذن الدكتور حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى بريطانيا. دكتور حسام، صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير لك يا كريم وجميع مستمعينك الكرام. تحياتي لك. إذن كنت بتحدث عن حرب الروايات دكتور حسام، وواضح أنه بعد عملية القدس الأخيرة يعني زادت المقابلات الإعلامية معك من الفضائيات طبعا الأمريكية والأجنبية بشكل عام، وحتى أنه هذا الحدث أخذ تأثير عالمي كبير. لكن نحن من بداية هذا العام لدينا 42 شهيد، بينهم 9 أطفال وبينهم امرأة مسنة. لا ينظر لنا العالم على أننا ضحايا عدوان شعب محتل، على أننا مدنيون، على أن هؤلاء أطفال، على أن هناك سيدة مسنة أيضا قتلت في مجزرة مخيم جنين. سنأتي بالتفصيل لهذه الرواية، لكن بالبداية كيف تنظر إلى هذه الحملة التحريضية بحقك بعد رفضك إدانة عملية القدس؟ هذا هو أسلوبهم التاريخي. الأسلوب هو عندما يخسر النقاش، عندما يتم تحدي المنطق الأعوج المشوه لبعض وسائل الإعلام الدولي التقليدي، خصوصا كبرى هذه القنوات والمحطات والصحف، يحول الأمر من نقاش حول قضية عادلة لشعب تعرض للاضطهاد والتطهير العرقي والاحتلال والاستعمار والحصار لكل هذه العقود، يحول الموضوع إلى تصبح أنت الأخبار وليس شعبك، بمعنى أن تصبح أنت الداعم للإرهاب، أنت المعادي للسامية، أنت توصف بكل هذه الصفات. وهذه حيلة ولعبة مورست ضدنا وضد كل أصدقائنا وحلفائنا على مدار التاريخ. وهذه الحيلة في بعضها ناجع، خصوصا بمسألة معاداة السامية وخوف أطراف كثيرة في الغرب أن يوسموا بهذا الوسم. ولكن اضطهادنا ريم كما أسلفت، معاناتنا ومأساتنا لكل هذه السنوات لم تكن فقط من خلال السلاح، سلاح الاحتلال والاستعمار. السلاح بدون أن يغطى إعلاميا هو قطع طريق، ولهذا دولة الاحتلال استثمرت مصادر إنسانية بشرية ومالية هائلة في تشويه الصورة من خلال الإعلام على مدار 100 عام، تشويه وتعتيم وحذف وحرف، وحقيقة أيضا بطريقة ممنهجة ومدروسة علميا كيفية دائما تأطير النقاش في صندوق معين حول القضية الفلسطينية. هذا الصندوق يقول أن العنف هو فلسطيني وأن ردة الفعل والدفاع عن النفس هو إسرائيلي، ولكن بعض من هذه الأروقة الدولية الإعلامية تقول أن إسرائيل تغالي أحيانا في دفاعها عن نفسها ولكنها دائما في حيز الدفاع. وفي الماضي كانت إسرائيل هي المحاصرة من الجيوش العربية، البلد الذي أسس نظام ديمقراطي في الشرق الأوسط وهو الوحيد المرتبط بالقيم والأخلاق الأوروبية والغربية الليبرالية وكل هذا الكلام، ولا زالت بعض من هذه المنابر ذاهبة بهذا الاتجاه. ولهذا أنا سمعت مقدمتك المهمة جدا، هي حرب الكلمة وحرب الرواية بكل معنى الكلمة. وأنا أقول لك
كل الشعوب السابقة التي تمكنت من الحصول على حقوقها وحريتها تمكنت من هزيمة هذه الأبواق الإعلامية، خصوصا جنوب أفريقيا وأيضا تجارب أخرى. وعلينا نحن فلسطينيا أن ننتبه أكثر لحساسية وأهمية واستراتيجية هذه المعركة. يعني دكتور، مثلا على تويتر كتب مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه سفير فلسطين حسام زملط يرفض إدانة الدماء التي سالت على الشوارع من الإرهاب الفلسطيني كما ذكر، وقال بأنه هذا يعتبر رفض فاحش لإدانة إزهاق أرواح إسرائيليين وقتلهم، مع العلم أنه أيضا هذه الفضائيات نفسها عندما تستضيف السفيرة الإسرائيلية هي لا تطلب منها أيضا إدانة قتل الفلسطينيين. يعني هذه النظرة لنا ووصفنا بالإرهاب الفلسطيني وهذه الرواية وأيضا ما وصفك به جيسون غرينبلت المستشار السابق لترامب، كيف ممكن تفسيره؟ تفسيره بالانحياز الكامل. يعني غرينبلت كان مبعوث ترامب للمفاوضات، أي مبعوث الولايات المتحدة الدولة العظمى التي كان من المفترض أن تكون وسيطا. هذا يكشف لك كل الحكاية وكل القصة. يعني نحن نتعامل مع حقيقة نظام دولي ومجموعة في هذا النظام هم أكثر تنفيذا وتطبيقا بالفكر الإسرائيلي الصهيوني الاستعماري الممتد. ولكن فليقل غرينبلت ما يقوله، نحن نرفض أساس التعامل معنا، أساس السؤال. السؤال أختي رين فكري فيه جيدا، عندما لا يسأل الإعلام البريطاني أو الأمريكي الممثلين الإسرائيليين والسفراء هل يقوموا بإدانة قتل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كثيرة أكثر، لا يسألوهم هذا، ثم يسألون نحن. أسأل أنا هذه المقابلات نفس السؤال. إذا نحن حتى في مناطق أخرى وافقنا على هذه المنطق، نحن نوافق على أن الدم الفلسطيني أرخص، نحن نوافق على أننا من نوع آخر من البشر، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. هذا أولا. ثانيا، نحن أيضا نرفض جملة وتفصيلا أن أساس النضال الفلسطيني هو الإرهاب. الإرهاب قادم فقط من مصدر واحد، الاضطهاد والعنف قادم من مصدر واحد، ألا وهو الاحتلال الاستعماري الإحلالي العنصري الدائم منذ 100 عام. هذا هو مصدر الإرهاب، هذا هو الفعل الأول والأساسي. كل ما يحصل بعد ذلك هو رد فعل، والقانون الدولي واضح أنه يعطي الشعوب الحق الكامل والشرعي في الدفاع عن نفسها وعن أرضها وعن أولادها وعن مقدساتها. وبالتالي حقيقة لمئة عام نحن تعرضنا لمصيدة بكل معنى الكلمة، وضعونا في خانة الدفاع عن النفس دائما. صحيح. ولكن اليوم لدينا فهم كامل، لدينا وعي واضح، لدينا جيل فلسطيني جديد لكي نوقف هذه المهزلة الإعلامية الدولية، ولكي نكون في المكان الصحيح وهو الهجوم على التقاعس الدولي، الهجوم على الكيل بمكيالين والانتقائية الدولية حقيقة ما هي الكلمة المخزية. ونقولها لهم في كل مقابلاتنا مؤخرا أن الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب بشكل عام يقوم بتسليح المقاومة في أوكرانيا فيما يقوم بتسليح تسليح المحتل المستوطنين. هناك قرارات بتسليحهم. نعم. وأيضا في نفس الوقت يقوم بحماية وحراسة إسرائيل من أي ملاحقة، أي مساءلة، أي متابعة دولية. يرفض ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يرفض ويعترض ذهابنا إلى محكمة العدل الدولية. إذن الغرب مدان وملام ومتهم بأنه جزء أساسي من كل هذه المعركة. ونحن نقول ونكرر أن القانون الدولي الذي أسسوه هم بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، هم أي الغرب
هنا في لندن كانت أول جمعية عمومية للأمم المتحدة، كان أول أمين عام للأمم المتحدة بريطاني. هنا أسس هذا النظام الدولي الذي يقوم بالأساس على فكرة واحدة أساسية، عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة. هذه روح القانون الدولي. نقول لهم صباحا ومساء إن الاختبار الحقيقي لكم ولمبادئكم وقوانينكم مش ليس عندما تطبقوا هذه القوانين على أعدائكم، الاختبار هو عندما تطبقوا هذه القوانين على حلفائكم وأصدقائكم بين مزدوجين وهلالين أي إسرائيل. وأنتم فشلتم على مدار التاريخ منذ 75 عام في هذا الاختبار وتستمرون في الفشل. طيب دكتور بنية، يعني خليني أحكي لك شغلة. عدم رفضك، عدم إدانتك عفوا لعملية القدس ربما كانت مفاجئة لهذه المذيعة، علما أنه الأوساط الفلسطينية الرسمية اعتادت في السابق على أن تدين قتل المدنيين الإسرائيليين كما كانت تسميهم، وبالتالي هذه المرة لم يعني يدن أحد من الأوساط الرسمية الفلسطينية هذه العملية، خاصة لأنها جاءت أيضا بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحق مخيم جنين. هل وصلنا إلى مرحلة النعي تماما أنه طيلة السنوات التي كنا ندين بها هذه العمليات لم يحدث أي شيء، بالعكس زاد الانتهاك الإسرائيلي، لم تتغير الرواية العالمية ولم تغير الموقف المنحاز الأمريكي، وبالتالي الوعي والفهم الكامل اللي حضرتك تحدثت فيه هل وصلت له فعليا الأوساط الفلسطينية الرسمية من أنه هذا لم يأتنا بشيء في السابق؟ نحن ريم منذ نشأة ثورتنا ومنظمة التحرير وكل المؤسسات الوطنية الفلسطينية وأيضا هيئات المختلفة للشعب الفلسطيني، نحن نؤمن بشكل كامل بأننا يجب أن نواجه كل هذا ليس فقط أو بالأساس من خلال عدالة قضيتنا. نحن دائما ما استراتيجيتنا الأساسية هي استراتيجية شعبية على الأرض، مقاومة شعبية واستراتيجية تمكيننا من خلال القواعد الدولية والأطر والمحافل الدولية في فرض العقوبات على هذا الاحتلال ورفع تكلفته. ونحن نقول في المقابلات نحن كل حياة تفقد هي مأساة. نحن نرفض المبدأ، نحن نرفض المنطق، نحن نرفض أساس كل هذا الإطار الإعلامي. القضية مش تشجيع أو لا، بالعكس نحن الذين نقول في المقابلة العنف يمارس ضدنا، إحنا يمارس ضدنا. نحن نرفض هذا المنطق الذي دام لمئة سنة لمئة عام، نرفض المكافأة أو المساواة بين الجلاد والضحية، نرفضها. تو سايدزم، الطرفين. أول سؤال دائما الطرفين، أي طرفين؟ إذن التحدي الأساسي وليس على مسألة مدنيين ولا ليس مدنيين. نحن نقول دع القانون الدولي يحدد. نقول دائما اسمعوا، احنا موافقين انه يجب ان يبحث في مسألة من هو مدني ومن هو غير مدني. يتفضلوا قضاة المحكمة الجنائية الدولية وقضاة محكمة الجنائية الدولية يتفضلوا يقرروا، ولكن واحنا ملتزمين بقواعد القانون الدولي، ولكن يجب ان يرفض ويجب أن ينسف تماما هي جملة التعامل مع القضية الفلسطينية، إطارها، الصندوق اللي احنا وضعنا فيه. نحن شعب يتعرض لحالة اضطهاد مستمرة جمعية ونكران لأبسط حقوقنا، لدينا الحق في مقاومة هذا، وعلى العالم الالتزام بقواعده. هي الثلاث قواعد اللي لازم احنا نكررها صباحا ومساء. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك الدكتور حسام زملط سفير الفلسطيني لدى بريطانيا، تحياتي لك وشكرا جزيلا.